شكرا سيد دولة رئيس الوزراء. دكتور عادل عبد المهدي، أشكرك على هذا الإطراء حقيقة فيما يخص وزراء حكومتك وتقييمك مسبق لوزراء الحكومة الجديدة. أنا كنت أقول دائما أن حكومة دكتور عادل عبد المهدي حققت كثير من الإنجازات ولكنها ظلمت، مرة تقصير في التسويق، ومرة البعض الآخرين لم يروا أو يحاولوا يبحثوا عن الحقائق. كل الإنجازات الصادقة في الحكومة السابقة أنا أقول لك وعد، وأطلب من زملائي وأخواني الوزراء أن يحافظوا على هذه الإنجازات فيما يخص الزراعة والتجارة، وعلينا أن نعمل بحسن الظن فيما أنجز من زملائهم من وزراء السابقين. يجب أن يكون حسن الظن في التعامل والحماية القضايا التي يتم بها إنجاز، فهناك ثوابت هناك متغيرات، كل منجز نعتبره ثابت ونحاول نحميه ونحافظ عليه وننطلق لتطويره. أنه ما قمت به من جهد جبار وطيب سوف يتم حمايته وتكريم الوزراء. أنا أقولها بكل صراحة، كثير من وزراء حكومة الدكتور عادل المهدي ولزملائي هناك تقييمات فوق الممتازة لهم فيما يخص إنجازاتهم في كل أعمالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا الموضوع اليوم واضح من المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل، وهو حديث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عن منجزات حكومة عادل عبد المهدي والتقييم الممتاز الذي حصلت عليه هذه الحكومة ووزراءها في الفترة السابقة. يريد الحفاظ على المنجزات ويقول بأن هذا وعد، أنه سيكون هناك حفاظ على المنجزات التي قامت بها حكومة عادل عبد المهدي. نحن نتساءل ما طبيعة المنجزات التي قامت بها حكومة عادل عبد المهدي. تحدث أيضا على الجانب الزراعة والصناعة، ونحن أيضا نسأل ما الذي قدمته حكومة عادل عبد المهدي للعراقيين بجانب الزراعة وكذلك جانب الصناعة، وهل 800 شهيد كحد أدنى وبعض الأرقام تقول أكثر من 1000 شهيد في ثورة تشرين وأكثر من 30,000 جريح هي من المنجزات التي يمكن أن يفخر بها أي إنسان أو أي رئيس حكومة؟ حكومات استقالت وبعض رؤساء الوزراء في العالم انتحروا عندما حدثت بعض الحوادث التي أودت بحياة بعض من المواطنين في هذه البلدان، ونحن في العراق يموتون ويستشهدون بالآلاف وتعتبر إنجاز بالنسبة للخلف الذي يأتي للحكومات المتعاقبة. هذا كان حديث مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بحكومة المؤقتة الحالية، وكذلك كان يجلس بجانبه عادل عبد المهدي المدان الأول بكل جريمة ارتكبت في العراق في فترة حكمه، يجلس ليكافأ ويطلع التقاعد ويحصل على امتيازات ومكافأة من الحكومة التي تليه. لدينا بعض المقاطع قبل أن نأخذ الاتصالات. نبدأ من ساحة التحرير في أو ساحات التظاهر في بغداد بشكل عام، ويؤكد المتظاهرون وبقية المحافظات أنهم يجددون عهد الثورة، وذلك بتوافد حشود المتظاهرين إلى الساحات وهم يحملون الدروع الواقية لصد أي هجمات جديدة من قبل القوات الحكومية والميليشيات. فنشاهد شباب طلعوا يجددون عهد الثورة، ثورة تشرين السلمية البيضاء يوم 10/5 اللي وعدنا بكل محافظاتنا. وهسه أنا قبل شوية كنت باتصال مع محافظتي الثانية، إن شاء الله أنا كل محافظات العراق محافظتي، أنا من أبناء واسط، أبناء واسط أخوانكم، صعدوا تفعيل كل الشبير، حرقوا مقرات منظمة بدر، وأحد نواب العصائب ردا على ما يجري بالعراق من تعسف واختطاف وقتل. أريد وطن، جاي على شنو؟ هنا لا جاي على تعيين، لا جاي على مصلحة شخصية، لا جاي على أي شيء. أريد إسقاط الأحزاب وإسقاط هؤلاء الفاسدين، وإحنا باقين إن شاء الله
في ثورتنا السلمية، جاي بس بالعلم العراقي وراح ندخل عليكم وندوس على رؤوسكم. ما اريد انا بس رئيس وزراء ولا تغيير وابلش خمتي واروح، اريد اسقاط كل الاحزاب، كل ميليشيات. طبعا هذه كانت عينة بسيطة جدا من رأي بالإجماع تقريبا في الشارع العراقي تجاه الثورة وكذلك الفكرة التي تحملها والمطلب الرئيس بإسقاط النظام. دعونا نستقبل اتصالات الآن. السيد هاشم من النجف، تفضل يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحفظك. والله ذولا بالنسبة لهم. ألو. نعم وياك يا هاشم، تفضل. ذولا بالنسبة لهم، ذولا واحد يدافع عن الثاني، واحد يغطل الثاني، ذولا هم كلهم حراموين. احنا من النجف كل شيء ما حصلنا اخوي، قاعدين لا شغل لا عمل، اميد الطرق كلها مسددة. نعم. لا خل الواحد يطوب، لا خل الواحد يطلع، ذولا حراميين، عادل عبد المجيد سلمها لهذا الحرامي، ذولا الحرامي سلمها لغيره، واحد يغطى عن الثاني، يعرف من اختباط بالمظاهرات قبل فترة بالنجف. نعم. هاي الجرائم اللي ارتكبت بالنجف ينتقم منهم، من عادل عبد المهدي وينتقم من هذا الجديد مصطفى الكاظم يشرحوله، الله ينتقم منهم كلهم على وعلى قبل. هاشم، الجرائم اللي ارتكبت بالنجف، يعني القبعات الزرق وقوات حكوميه ومكافحه شغب، وارتكبت جرائم هوايه بمدينه النجف، مع هذا احنا نشوف المسؤول الاول على هذه الجرائم يطلعوه على التقاعد وكانه قام بخدمه هذا البلد لعشرات السنين ويقارنوه بالعسكري القديم ولا بالطبيب القديم ولا بالمعلم وغيرها من الناس اللي خدمة البلد. هل هكذا يتم محاسبة قتلة المتظاهرين؟ هذول جماعة عمار الحكيم، ماكو جماعة عمار الحكيم الواد تظاهرت، وين الظاهرة؟ الظاهرة يم الجسر هذا مال الاسكان، ماكو يم تحت هذا تحت الصدرين. نعم. الوادي مثل ظاهرة تمسح في الصدرين، حطوا عليهم جماعة الحكيم بالقناصات وبالبيكسيات وكسروا الوادي، ولا واحد حاسبهم ولا واحد حاشاهم ولا واحد هاي، فمطموها بيناتهم وضحكوا على العالم، اعطوهم كل واحد 30 مليون 20 مليون ونسهم دم اولادهم وكل شيء انتهى، وذول حرامية والله ينتقم منهم كلهم. نعم. أنا أشكرك يا هاشم، كنت معنا من النجف، معنا السيد أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، اخي هذول كلهم مرتزقه وهدف تدمير العراق. هذا يمجد بفلان وهذا يمجد بالثاني وهذا يقول له عندك منجزات، هم كلهم طينه واحده وطريق واحد، يعني جايين تدمير العراق. تدمير الكيان العراقي. يعني عندنا عباقره والله العظيم عندنا عباقره ودكاتره ومفكرين واعلام كلهم هسه بالمعتقلات. لذلك هم هذا هدفهم وهاي انجازاتهم. يعني وحده احنا نسال شنو هي الانجازات الحقيقيه اللي تريد هاي الحكومه تفخر بها او اللي تقول نثمن دور وانجازات الحكومه السابقه؟ ايش حققت حكومه عبد المهدي؟ نعم هي حققت القتل على الهويه والتدمير وتدمير المزارع، يعني تهتلك لهم حتى بالنجف حاربين زراعه اراضي شاسعه. نعم. من المحاصيل الزراعيه. فهم هذول يفتخرون بالشغلات هاي، يفتخرون بقتل الناس. يعني الناس هاي اللي عمالقه، يعني دارسين وتعبانين على نفسهم، يعني اكو ناس مفكرين والله العظيم بعدهم بالمعتقلات صار جهد، فاما يفتخرون بالشغله هاي. هم دائما مرتزقه وعبيد الاجنبي. الاجنبي طبعا دائما يعني طبعا كل على ثقه اخوي محمد. نعم. كل خاين للبلد مصيره ظلام، بس هم عقول ما عندهم دولة. يعني هسه شوف الارامل والايتام. شوف شنو الشيء سووه من 2003 ولحد الان، كل شيء ما سووه، بالعكس زمروا ما بنوا شيء، يعني ما بنوا. نعم. خلي بنوا مستشفى، بنوا دار ايتام مال حقوق الناس المتقاعدين، يعني. نعم. بالمذله الحصه التموينيه، اليوم خابر بالحصه التموينيه يقول لي والله ما جاي خمطوها مال الشهر الرابع والثاني، يعني ناس مرتزقه دم العراقيين. نعم. بس ان شاء الله الله موجود وثق بالله العظيم اخوي محمد. نعم. هاي كورونا هاي امريكا هي مسويتها. شوف هسه تجي للعالم العربي يعني مدمر تدمير، ويعني في حاله استهزاء للعرب، يعني مو بس العراق، لا العرب ككل. نعم. بس والله يا اخي عمال امريكا، وان شاء الله الله اقوى منهم.
ان شاء الله يا ابو حسن انا اشكرك، كنت معنا من بغداد، معنا سيد كامل من الكوت، تفضل يا كامل. الو، تفضل يا كامل، حياك الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي انا قبل يمكن 6 سنين اتصلت بي، قلت لك هاي الاوضاع ما تصل بالعراق الا ظهور قائم ال محمد، ومو بس بالعراق، لا بالدول العربيه ولا بالعالم. اخذتها مني، ويمكن مره انت قلت لي احنا وين وهاي وين. اخي هاي كورونا، وبعد الامور ما تصل بالعراق الا ظهور قائم ال محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا كامل من الكوت. طيب خلي نشاهد مع حضراتكم غلق المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد، ساتر جسر الجمهورية أمام القوات الحكومية، وأعلنوا انسحابهم تجاه ساحة التحرير حفاظا على أرواح المتظاهرين والمعتصمين من الإزهاق على يد القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، في ظل التاريخ السابق الدموي لهذه القوات وتعاملها العنيف مع المتظاهرين السلميين. فلنشاهد. والله كفلنا ساعة حتى ولدنا لا يعمرون يجلدون. الله يسعدكم. هو يا ابو العود. كيف حالك؟ اخي. اخواتنا جود وطيبين، ناس خيرين. كفلنا الساتر على مود بعد ما بيد الموز. شكرا لك حبيبي. إذن المشاهدين الكرام، كما استمعتم إلى حديث المتصلين معنا في هذه الحلقة، وكذلك نطرح سؤال: ما الذي قدمته حكومة عادل عبد المهدي لكي تثمن جهودها ويقف مصطفى الكاظمي على منجزات هذه الحكومة، وكذلك يقوم بتكريم وزرائها وعلى رأسهم عادل عبد المهدي؟ ما الذي قدمته للعراقيين؟ وكيف يمكن أن يحقق ما وعد به من محاسبة قتلة المتظاهرين، وهو يكافئ رأس الهرم المسؤول عن إزهاق أرواح العراقيين وإصابة هذا العدد الكبير، وكذلك بهم نسبة كبيرة من المعوقين؟ كيف يمكن أن يفي بالوعود التي أعطاها، ويتحدث اليوم المتحدث العسكري باسمه عن أن الوعد بإخراج المعتقلين من السجون هي تعود في النهاية إلى القضاء؟ يعني حتى لو وعد عادل مصطفى الكاظمي بإخراج المعتقلين من السجون، يبقى الموضوع عائد إلى القضاء بإطلاق سراحهم بالطريقة التي يراها، وطبعا في ظل وجود قضاء فاسد لن يتم الموضوع بالسهولة التي كان يتأمل بها الجميع أن تتم. إذن هذه الوعود التي أعطاها مصطفى الكاظمي، طبعا احنا نتكلم بهذه الطريقة ونطرح هذه الأسئلة، ونتمنى من الذين يتأملون من كل من يشارك في العملية السياسية منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة أن تخرج منه النتائج الإيجابية، ننتظر منهم أن يشاركونا بالرأي. عندما يكون المتهم الأول باستهداف العراقيين يجلس ليكرم، فكيف إذن سيتم محاسبة قتلة المتظاهرين؟ هل سيكون هناك كبش فداء كما حدث في التحقيق الذي أجراه عادل عبد المهدي في بداية الثورة مع القمع، وتكون عبارة عن بعض العناصر في القوات الحكومية وبعض الضباط ليكونوا هم أكباش الفداء، وتخرج الميليشيات وعادل عبد المهدي بوزرائه وقياداته الأمنية الكبيرة من هذا الموضوع وكأنهم هم لم يفعلوا شيئا؟ هذا السؤال الذي نطرحه ونتمنى الإجابة عليه من مشاركينا. من معنا الآن؟ السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. ألو أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحة أستاذ؟ بارك الله فيك، أشكرك، الله يسلمك. الله يسلمك، حياك الله. أستاذ عيني. نعم استاذ، انا بس اسالكم لكم انتم، هو اللي كان يقاتل الشعب العراقي وعلى الساتر الامامي والان يحكم العراق، هو يحب الشعب العراقي؟ نعم. مو يعني احنا الان عندنا مغيبين الاف ملايين من بغداد ومن المحافظات، الان احنا من ناحيه الراشديه عندنا حوالي 50 واحد مغيب. نعم. والراشديه ناحيه الراشديه تابعه على محافظه بغداد، ما بها لا داعش ولا مشاكل. فاخذوهم، هاي صار 4 سنوات من ضمنهم ابني. نعم. يعني لحد الان ما ندري بيهم وين. تتوقع من الحكومه الجديده يا ابو محمد انه هي توفي بالوعود اللي اعطتها، وهل يمتلك مصطفى الكاظم الصلاحيات بتحقيق اللي وعد به العراقيين؟ والله استاذ محمد، انت عراقي اصيل وانت وصلاه.
احنا هو العراقي الاصيل، هسه يعرف العراق ايش بيه من 2003 من جاء الاحتلال الامريكي الاسرائيلي للعراق. نعم. يعرف شكو بيه ما بيه. يعني شنو اللي دمر الشعب العراقي واللي خلق الطائفيه واللي خلق هاي المعجزات بالعراق. نعم. وقتل البشر. الان يعني هاي العوائل اللي ولدها من معتقلين كلهم اقسم لك بالله ابرياء. انا عندي ابني صار 4 سنين ما ادري بيه وين. نعم. كودا اسمع عمر. نعم. يعني لما يطلع المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة يقول بأنه الوعد اللي اعطاه أو الأمر اللي أعطاه مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح المعتقلين وفق القانون ما يتم إلا عن طريق القضاء. طيب حضرتك ابنك صار لك شقد بالمعتقل؟ هاي صار 4 سنوات. احنا عندنا حوالي يعني من ناحيه الراشدية عندنا مقيمين اربع سنوات. بس اسمح لي، اربع سنوات وحضرتك ده تقول انه هو بريء ما عنده شيء؟ والله طيب. بريء انا قدامك اساحلف، انا اقول لك والله بريء. لو كان احنا طبعا ما نريد نكذب حضرتك، بس ده اقول لك يعني لو كان هناك قضاء منصف وعادل ويسير نعم. وفق الطرق القانونيه، هل كان ابنك سيبقى بالمعتقل نعم. اذا الى هذه اللحظه؟ لا 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 قعد هذا نعم. ما يبقى يعني لحد الان، لا هو ولا اخواني من العراقيين. صحيح. انا ما اعتمد صحيح. على ابني نعم. اعتمد على كل العراقيين من الشرق الى الغرب. نعم. اذا هذه النقطه اللي بدنا نتكلم بها يا سيد محمد، انه حتى لو وعد مصطفى الكاظمي وفق التصريحات الحكوميه نعم. اللي طلعت من المسؤولين يقولون انه ما حد حيطلع الا وفق الشروط القضائيه، اذا كان المؤسسه القضائيه بالعراق هي فاسده اصلا والقضاة مرتشين ويسيرون وفق الاحزاب، حتى لو امر مصطفى الكاظمي شنو اللي ممكن يقدر يسويه؟ ما راح يطلعون من السجن طالما انهم كانوا بالسجن اصلا بتهم باطله. يعني احنا نتوقع من عنده هسه يسال على المقيمين، عمي هاي المقيمين شنو ذنبها؟ عوائل نعم. ناس عراقيين اصلاء يحبون نعم. العراق والشعب العراقي. نعم. انا اشكرك يا سيد ابو محمد من بغداد. طبعا وفق الدستور اللي حط الاحتلال واللي وافقت عليه العملية السياسية أنه لا يتم إطلاق سراح أي شخص إلا بقانون العفو العام، الذي عفو عام أو عفو خاص يخرج ليطلق سراح المعتقلين، لكن أنه يعطي وعد بهذه الطريقة هو أمر غير حقيقة لن يتم تنفيذه، لأنه المؤسسة القضائية في العراق هي مؤسسة للأسف أصبحت فاسدة بعد الاحتلال، وبالتالي ستبقى القضايا على ما هي عليه، وعلى رأسها طبعا قضية محاسبة قتلة المتظاهرين وفق القانون، وكذلك كل من ارتكب انتهاك أو جرم ضد العراقيين في أي فترة من فترة الحكم التي تمت منذ الاحتلال. يعني عادل عبد المهدي مو بس هو المشكلة أو مو بس هو المجرم الوحيد في نظر العراقيين، عندك نور المالكي وعندك إبراهيم الجعفري وكل من حكم العراق، حيدر العبادي طبعا، وكل من حكم العراق بالفترة من 2003 ولغاية اللحظة من وزراء ونواب ومسؤولين هم ارتكبوا انتهاكات وأخلوا بالقانون وتجاوزوا على القانون وحقوق الإنسان، وبالتالي يستحقون العقاب. هل يستطيع مصطفى الكاظمي وهم الذين جاءوا به؟ هذا هو السؤال. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ حياك الله، اهلا وسهلا. وتحية لك وتحية للقناة، تحية للكادر والقناة، تحية للشعب العراقي، تحية للثورة بالعراق، وأنا بارك للثورة بالعراق. الله يسلمك، تفضل. بالنسبة للأستاذ محمد، مصطفى الكاظم ما يسمى برئيس وزراء العراق الجديد، هو لم يغير شيء، هو صار له 5 أيام، احنا تباشرنا بخير أول ما جاء، قالوا إنه وخريج كلية عسكرية عراقية عريقة ونحترم هذا الكبير، لكن الرجل مقبل الميليشيات، حتى مدير مكتبه يعني من الميليشيات. نعم. فما في حل مع العراقيين الا الثوره حتى اسقاط العمليه السياسيه كامله بما فيهم رئيس الجمهوريه ومجلس حل النواب، هذا مجلس النواب الفاشل هذا الذي يجيب كل القرارات، هذا مجلس النواب. فلا حل مع العراق الا باسقاط هذا. انت شايف دوله بالعالم ما يشكل رئيس وزراءها الا من دولتين معاديتين في العراق، النظام الايراني وامريكا هم الاحتلال، يعني نعم. اي دوله انت تبغى يحل اي مشكله، هذا لا يحل مشكله نعم. هذا يختم بالاجانب، بس بالاجانب، والشعب العراقي نعم. ما معه ولا ثوره، وان شاء الله عن قريب ان شاء الله يتحلونها. شكرا جزيلا لك سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد كريم من بابل، تفضل يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك استاذ محمد؟ تحياتي لحضرتك ولقناتكم ولكل الضيوف اللي كانوا موجودين واللي حياك الله. الحقيقه العراق اليوم يمر بمرحله راهنه كلش، هو من كل النواحي، من الاقتصاد ومن الزراعه ومن الازمات والمشاكل الجديده اللي تحدث، والان نحن بتحديات كلش للعراق خاصه، واحنا ندخل في حكومه جديده بقياده الكاظمي اللي ما نعرف شو صارت بالبدايه، رفض وبعدين حصلت الموافقه عليه، نعرف خلال قراءتنا الدوليه انه هناك ايدي او اذرع من المجتمع الدولي دعم حتى يحجم محور موجود بالداخل. نعم. حقيقه كل تصريحات السيد الكاظمي ما تنفذت من عندها اي شيء خاصه، اي نقطه خاصه اطلاق سراح المعتقلين. نعم. من المتظاهرين. يعني احنا نسمع انه ضرب ثأر الله واعتقل ثأر الله. نعم. لانه اعتدى على المتظاهرين، هذا ما يشفي، ما يشفي جرح كبير. نعم. وتواجد ميليشياو على الساحه. احنا نطمح ونتمنى من الكاظمي انه يحجم كل الميليشيات. نعم. يضرب فعلا بيد من حديد، يحجم الاحزاب وتدخلاتها بالشان طيب الوزاري. طيب يا سيد كريم، اريد اسال حضرتك الزراعي. سيد كريم، حضرتك متابع للمشهد العراقي وانت بالعراق وموجود وتعرف وتسمع، من الذي يتحمل مسؤولية الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ثورة تشرين؟ للأسف الشديد انهزم. احنا كنا نتمنى من الحكومة موجود قبل شوية مثل ما عرضنا بالمقطع، يريد يكرمه مصطفى الكاظمي، يكرم عادل عبد المهدي هو ووزراءه وطلعهم على التقاعد، ويتكلم عن إنجازاتهم اللي لازم تثمن ولازم نوقف عندها، ووعد انه هاي من الثوابت وليست من المتغيرات، يعني من هالكلام. ان تسلك منهجهم وتسلك وزارات الجدد، ان يسلكون منهجهم ويحافظون على عملهم باعتبار عملهم وكل يقدموه. هو هذا السؤال، يعني احنا بس نقول يا سيد كريم، اللي متامل يعني اللي راح طموحه لزياده ونسى 17 سنه من الضيم والقهر، انخدع بشوية لحظات وسويعات قليلة من بعض الوعود اللي صارت، هل فعلا مصطفى الكاظمي إذا كان جاد بأنه هو يريد يحاسب قتلة المتظاهرين كأول نقطة من الوعود الكثيرة اللي أعطاها، عادل عبد المهدي قاعد بصفه؟ عادل عبد المهدي أولى، عادل عبد المهدي أول واحد بفض يعاقب ويحال إلى القضاء. نعم. طيب هذا شلون احنا حنأمنه على بقية الوعود ونصدق به إذا كانت بداية القصيدة كفر بهالطريقة؟ اثنين، الكابينه الوزاريه مالته شنو اللي قدمته حتى تاخذ تقاعد؟ هي مستقيله. نعم. الاستقال ما ياخذ تقاعد. هي حكومه مستقيله. بالقانون عندنا هسه، اذا انا مو قانوني، قانونيين عندنا موجودين مستغربين لهذا القرار. انه فلذلك يقولون هذا القرار مو عراقي. نعم. هذا القرار امريكي، هذا القرار بريطاني، هذا القرار ايراني، بدنا نعرف شنو القرار هذا. نعم. احنا الان في دوامه صراعات داخليه. الان استلم عدنان الزرق في المخابرات. نعم. شنو استلم عدنان الزرق في المخابرات؟ على شنو؟ في المخابرات هو كان ما اعرف انا شنو يعني حتى من هو من مصطفى الكاظمي هو ميله منين المخابرات؟ هو رجل صحفي وكاتب، شو عليه بالمخابرات؟ صار مخابرات هو كاتب وصحفي، احنا نعرفه كل زين استاذ. نعم. عزيز ترى الكاظمي مو بعيد علينا. نعم. ترى ذاك اليوم كان ويانا. المشكله انه احنا الان قلت لك صراعات موجوده، ما زالت صراعات والازمات. نعم. موجوده ويوميا جاي تحدث ومشكله. اليوم عندنا ساحات، تحرك الساحات. نعم. الصراع الموجود بين السلطه وبين الساحات. الكاظمي يصرح بشكل، الميليشيات تصرح بشكل، تصرح بشكل. نعم. ضرب استشهاد عندنا في البصره، ثأر الله. نعم. اخذت من عندنا ثلاثه، احنا اليوم في ازمه جديده. الكاظمي. نعم. جاب وزير رئيس أركان الجيش وحطه بالداخلية، على شنو حطه بالداخلية؟ شنو حطه؟ إرضاء لأمريكا. نعم. حتى أمريكا تتحكم كيفه؟ نعم. إحنا اليوم عندنا حكومة دولية وحكومة. نعم. عراقية، ولا عندها ولا راح تقدم شيء، ولا عندها برنامج. نعم. من عرض البرنامج علينا؟ ما
من عرض ستيفي مالته علينا على الشعب العراقي؟ نعم. من سمع عنا شيء هذا؟ من ولا؟ نعم. من اختاره من الشعب؟ من اختاره من الشعب؟ احنا ما اختار من الشعب رجاء، ما اختار من الشعب نهائيا. نعم. كلهم ناس كانوا خارج العراق، اللي 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 كانوا في اربيل واللي كانوا برا. نعم. احنا طلبنا من عنده ان يكون عندنا هسه حتى عناد. من عناد؟ وزير الدفاع من عناد؟ نعم. من سامع بعناد؟ هسه طلع عنده اخوه داعي شنو عناد؟ زين. الغانم من الغانم؟ الغانم كان رجل في حزب الدعوه وكان مدعوم من حزب الدعوه وراح لامريكا وتكرم من امريكا رجع صار وزير داخليه. نعم. هنا المشكله، مشكلتنا احنا اليوم انه احنا فقدنا المصداقيه مع كل السلطه، ما عندنا مصداقيه. انا اشكرك يا سيد كريم، اكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك، وضحت الفكره. معنا السيده ام علي من بغداد، تفضلي يا ام علي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر قناتكم الشريفه يا بعد عمري. الله يسلمك. قناتكم عيوني عيوني. احنا دول المتظاهرين الراحوا. نعم. هذول لازم يتحاكمون عليهم القتلة، دول ولدنا. هذا نعم. من تدول حلقك من تقول القضاة مالتنا، يعني ما عندنا قضاة احنا، يحكمون نعم. بالعدل. نعم. يتحاسب عادل عبد المهدي وجماعته على اي اساس الكاظم يكرمه؟ يكرمه قتل ولدنا؟ نعم. ليش؟ ليش قتل ولدنا؟ يتحاسب عادل عبد المهدي ويطلع ولدنا الابرياء من السجون. نعم. المظلومه مظلومين بالسجون، القضاة قادرين على الفكره يحاسبون الفقير كله مؤبد واعدام، يطلعون ولدنا غصبا عن عادل عبد المهدي، يطلعون ويتحاسب عادل المهدي والشعب كله يحاسبه. نعم. يحاسبه القتلة دولة ولدنا، تاج راسهم دولة ولدنا، دولة مظلومين، شعب مظلوم تأذينا. نعم. تدمرنا، الدولة يكرمه على شنو يكرمه؟ خلي نعم. يروح يطلع، خلي يطلع الكاظم يروح يشوفون السجون مظلومة، استاذ مظلومين ميتين جوع، الحانوت ماخذ منهم ماكو، على اي اساس يطلع؟ خلي يروح يشوف السجون. نعم. يبيعون الملابس مال الاهالي يبيعوها على السجناء. نعم. البصل الزيت ب 5000 ما يطلعون السجناء لان مستفادين منهم. نعم. زين استاذ، انا عندي سجين، والسجين من الحكم القاضي قال له حكمك بالتمييز. نعم. اثار التمييز كله فلوس، كله دفاتر. نعم. دفاتر يلا يطلعون ولدنا، دفاتر يلا يطلعون ولدنا. نعم. مظلومين مظلومين ولدنا بالسجناء، واحنا نطالب بالعفو العام. نعم. نطالب بالعفو العام، يطلقون صراخ كل عراقي، كل نعم. عراقي مظلوم بدون استثناء، يطلعهم الكاظمي نترجاه فرحة هاي اجى العيد، يفرح ولدنا، يفرحون الامهات هاي المنكوبة، وهذا شهر رمضان. نعم. بدون استثناء يسوي عفو عام، يسوي عفو عام ويحاسب دولة الكتلة ولدنا المتظاهرين. واني اشكرك يا شكرا عمري. شكرا جزيلا سيدة ام علي من بغداد. معنا السيد ابو حسن من بغداد ايضا. ابو الحسن تفضل. الو. تفضل يا ابو الحسن. ألو. حياك الله، اسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي بالنسبه للوضع العراق، اذا ما تم تغيير تام بالنسبه للحكومه، نعم، ما بيها جدول ولا نفع، لانه هذه العمليه السياسيه من اول بدايه 2003 ولحد الان، نعم، احنا نعرف وكل العراقيين يعرفون، ما اجدت بنفع للشعب العراقي، وانما دمرت الشعب العراقي. نعم. موتة جوع، اضافه لهذا كل ما تستلم جهه او احزاب سياسيه سلطه، شوف لازم يطلعون يعني يبدعوا لهم في الشيء انه هذا تنظيم قاعده، هاي كورونا، هاي، بحيث انه يريدون يدمرون الشعب العراقي اقتصاديا، وبالتالي الان زاد الفقر، ونتيجة الفقر حتى هاي مال مسألة حظر التجوال وغيرها، حتى لا الشعب العراقي يستمر بالثورة اللي قائمة في ساحات الاعتصامات في كل المحافظات. فأنا أدعو من خلال قناتكم أنه على كل الشعب العراقي، أنه الصورة وضحت أمام كل العراقيين، لأنه ارتباطات الحكومة الآن وين هسه؟
مصطفى الكاظمي ما رشح ما رشحه الى رئاسة الوزراء الا قابل علي خامنئي ورئيس جمهورية ايران ايران. طيب. وبالتالي انه مصطفى الكاظمي هو الان ارتباط مباشر واجندة مباشرة لدى النظام الايراني، وهذا النظام دمر العراق، دمر البنية التحتية، اضافة الى قتل ابناء الشعب العراقي بالاضافه طبعا طبعا هي ترجيحات تقول ترجيحات تقول انه الكاظمي هو ميوله امريكيه اكثر منها ايرانيه، بس مو هي القضيه، القضيه اليوم اللي بدنا نتكلم بيها انه هذا الشخص اللي اجى وبعض العراقيين علقوا الامال الكثيره على حكومه مصطفى الكاظمي وان هي الحكومه ربما تكون المنتظره وتطوف فرصه يا جماعه وعلى كيفكم ايش بيكم بدها تهجمون عليه. احنا دنقول انه يابا هاي الوعود اللي اعطت هي وعود اعطيت سابقا لكل العراقيين على مدى السنوات السابقه، شنو اللي تحقق منها؟ ما تحقق منها شيء. طيب لما يوعد بمحاسبه قتلة المتظاهرين والمتهم الرئيسي قاعد بصفه دي يتكرم، احنا شلون ننتظر منه خير بالمستقبل؟ استاذ بالنسبه كل خير ما يجدي الشعب العراقي من حكومه الكاظمي، لانه هو جزء من العمليه السياسيه، احنا نعرف انه كان رئيس مخابرات وجزء من العمليه السياسيه، وبالتالي هو جزء من الاحزاب اللي حكمت العراق. فما ممكن انه زميله او صديقه في الحزب او قيادي في حزب دعوه او بالمجلس الاعلى ان يحيل محاكم. هم معروفين لدى الحكومه ولدى الجهات الحكوميه او ما تسمى الجهات الامنيه. انه قتلت المتظاهرين وقتلت الشعب العراقي، بالتالي ايضا في سجون الناصريه والحوت الان يعدمون قسم من السجناء بحجه انه مرض كورونا، يعدمون يذبون انه هذول ترى اصابهم مرض كورونا. عملية إبادة للشعب العراقي وبالتالي هي أجندة خارجية أمريكية إيرانية لإنهاء الشعب العراقي، وبالتالي أي معارض من العراقيين يحاولون أنه يقتلوه أو يقتلوه، لأنه هذا الصوت الوطني ما يريد يظهر حتى لا يغير. شكرا يا أبو الحسن، أنا أشكرك شكرا جزيلا. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحلقة واستقبال اتصالات. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كان هذا مقطع من ساحة التحرير في العاصمة وانتبهتم إلى اللافتة التي كتب عليها محاكمة عادل عبد المهدي مطلب الشعب العراقي. الشعب العراقي طبعا لم يخرج فقط ضد عادل عبد المهدي، هو أصلا عادل عبد المهدي كان على الهامش منذ البداية، لكن هو كان يتبوأ منصب المسؤول وبالتالي هو يتحمل مسؤولية الدماء التي سالت. خرج العراقيون لإزاحة نظام وضع من 2003 ولغاية هذه اللحظة. الموضوع والمشكلة لا تقتصر على عادل عبد المهدي ولا تكمن فقط في عادل عبد المهدي. خرج العراقيون ليطالبوا بإزاحة رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإلغاء هذا البرلمان وإلغاء العمل بالدستور الفاسد وكذلك نظام المحاصصة الطائفية وكل الأحزاب التي تحكم في العراق. الموضوع حتى لا يشخص فقط في قضية عادل عبد المهدي لدى البعض، عادل عبد المهدي جزء نعم ارتكب مجزرة ضد بحق العراقيين، لكن هي جزء من مجازر كثيرة ارتكبت على يد حيدر العبادي ونور المالكي وابراهيم الجعفري وحتى اياد علاوي في بداية الحكم. إذن العراقيون خرجوا لإزاحة نظام كامل وضع منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة. السيد أبو علي من بغداد تفضل. أهلا سادك. أهلا وسهلا حياك الله. شوقي. الله يبارك فيك. هاي الاشياء احنا ما طبعا خلينا نحكي رجاء لا تقطع الاتصال. شلون شلون ما فهمت؟ لا تقطع لا خلينا نحكي وياك لا تقطع الاتصال. تفضل. انا يعني ضد هاي الفكره اللي تحكون فيها هسه انتو. شنو هي الفكره؟ ابو علي.
ابو علي اسمعك يا ابو علي، شنو هي الفكره اللي احنا بدنا نحكي بيها؟ هي تتحدثون تقول عبد المهدي وراح من السعوديه، يتحدث السعوديه وجاب على العراق بالسعوديه، خليه يروح يحمي بلده. خلاص حكيك صحيح، ما لنا علاقه بالسعوديه، خليه يروح يحمي بلده. طيب واحنا عندنا غيرها تسعه خابره، يعني انت وقفت لي على بالسعوديه تسعه خابره وعراقيين من بغداد. لا احكي لك انا مواقف ناس استاذ محمد، اكو ناس ومن يحكي يكون كلامه منطقي. يعني انت جاي تحكي على رئيس الوزراء هو في المقابل هو ضرب المتظاهرين، اكو ناس مدسوسه بالمتظاهرين، والمتظاهرين قابل كلهم انبياء، هم يقول الانبياء تكثر راحهم، جاء الله وكيلك هو اللي يضرب له، يضرب الجهاز الامني ويحرق له محل، هذا متظاهر تحكي برنتين لو انسان مسدود. طيب مو هاي الحكومه اعترفت بيها، يعني انت ما جاي تضيف لي جديد، يعني انت الحكومه اعترفت. يعني الحكومه المتظاهر السلمي وحد استاذ محمد. طيب المتظاهر السلمي وحد، بس ذولا مو مسلمين، يعني هو على منو تقصد؟ على منو تقصد؟ منو تقصد بالضبط اللي مو سلميين اللي شالوا السلاح وسووا التخريب والفوضى؟ تمام، يعني هم هذا يعتبر هذا السلمي، هذا حرق المحلات والاعتراضات. طيب. ذيك مره يقلبوا المحل يقول له طينا سوات له ما تضربك، الحكي هذا بالله عليك. طيب. من يكون منطقي، يعني كلامه احنا انا مو اجي واحد يحكي لازم التليفون وهذا كذا وهذا كذا. حلو. يميز الانسان. حلو. زين من مو زين. طيب تسمعني يا ابو علي، تسمعني يا ابو علي حتى يصير الحكي اخذ وعطى. اولا ببدايه التظاهرات الحكومه نفسها اعترفت، حكومه عادل عبد المهدي سوت مجلس تحقيقي كان كلاوات بالمعنى العراقي، لكن طلع بنتيجه انه قيادات امنيه هي المسؤوله عن سفك دماء العراقيين. هذا اعتراف الحكومه، حكومه عبد المهدي بتقريرها المزيف، يعني اللي هو مقنع العراقيين مع هذا. احنا لما نقول عادل عبد المهدي، يعني هسه حضرتك رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه، كل جندي بالعراق يشتغل يرفع السلاح ويطلق طلقه تكون باوامر صادره مو فوضى. احنا ما المفروض ما قاعدين بغابه، مو صحيح؟ بهذه النتيجه انه انت القيادات بالتسلسل توصل الى القائد العام للقوات المسلحه، يطلع الامر منه، هو المسؤول عن كل فصيل عسكري موجود مسلح تابع الى قيادته في العراق، شلون يشتغل والمن يستهدف وشنو وظائفه وشنو مهامه اللي ينفذوها الضباط الاصغر، يبدا من وزير الدفاع والداخليه ويصير التسلسل الى اصغر عنصر. هذا التسلسل هرمي، انت مو يعني شلون احنا نريد نستثني عادل عبد المهدي من المجازر اللي ارتكبت؟ هاي واحد. اثنين، لما يطلع مقتدى الصدر ويقول سويت للمتظاهرين جره اذن بعناصر القبعات الزرق، ولما يطلع جميل الشمري يرتكب مجزره بالبصره ويطلع بعدين ينتقل الى مدرسه الدفاع الطيران او غيرها ما اعرف كليه عسكريه، ذولا وين هو من الحساب والعقاب؟ يعني انت تتهم المتظاهر اللي شايل العلم العراقي رافعه ويستقبل الرصاص وتعوف مقتدى الصدر اللي يقول لك سويت لهم جره اذن؟ يا اخي تكلم منطق. ذولا انت رحنا للمطعم التركي حم والديك استاذ حمد، انت شفت طلعوا من المطعم التركي لو لا؟ يعني احنا غسلنا بيتنا طلعوا اشياء لا حتى حب واحد يجي بالبلائيه. يعني ذولا زي هو ده يقول لك انا ذولا ما بدي اقول لك انا هذا، ذولا جبت عدل انا ذولا المسيئين للمظاهرات. بدي اقول لك واحد المظاهرات يعني سوى جره اذن للمسيئين للمظاهرات؟ عناصر القبعات الزرق، عناصر القبعات الزرق ارتكبت مجزرة بكربلاء وبالنجف. ماشي. نعم. نعم. هسه من اللي مسيطر على المطعم التركي وقاعد يرتكب عمليات خطف؟ يا أبو علي، أبو علي، إحنا يعني خلي بصوت ناصي حتى ليش صار صياح الموضوع. يعني إحنا ما ننتظر من تاريخ مقتدى الصدر أو تاريخ قيس الخزعلي اللي معروف بالدم إنه ننتظر هسه نقعد نبرئ ساحتهم. عنده فصيل مسلح وقيس الخزعلي ارتكب بالعصائب مجزره بجسر السنك وقراج السنك، يعني احنا ما ناقصين نجي هسه واحد يقعد يقول لنا انه المتظاهرين هم اللي شايلين سلاح وقاعدين يكتلون بنفسهم، يعني هل يعقل انه المتظاهر يشيل سلاح يقتل 800 واحد و30 الف جريح؟ وين هذا السلاح؟ من هم بالضبط؟ من هم؟ حموا المناطق كلها. من هم؟ المناطق مالتكم اللي من هم؟ من هم؟ هاي العصائب غير العصائب يسمونها ميليشيات. طيب. هم ياخذوهم رجعوا الوظيفه المعروفه. شوف يا ابو علي، شوف يا ابو علي، بدايه الاحداث انا اشكرك طبعا للمشاركه، بس حتى نقول شيء سريع واكو ناس تدافع، وطبعا احنا هذا منلوم الجميع لانه بالنهايه احنا ما نريد نصادر الاراء، كل من له وجهه نظره. في بداية الأحداث اللي صارت بموضوع داعش وطبت العصائب إلى مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وحرقت
قرى أبو عجيل وقامت بعمليات سلب ونهب، انحرجت المرجعية مال نجف، مرجعية السستاني، طلعت تقول هاي أعمال فردية. لما طلعت العصايب اللي هي تنتمي للحشد وراحت باقت وحرقت بمحافظة صلاح الدين، حرقت قرى أبو عجيل كلها وباقت المحلات الموجودة، وكان هذا التصوير من شرطة المحافظة، شرطة صلاح الدين، حتى مو شخص مدني، شرطة المحافظة وغيرها وغيرها من أعمال تقوم بها ميليشيا العصائب. مقتدى الصدر وتاريخه معروف طبعا، وطلع من جوا ايده قيس الخزعلي واثق البطاط وكلهم كلهم ذول قيادة الميليشيات، طلعت من جوا ايد مقتدى الصدر ومعروف اللي سواه. وذاك اليوم التلفزيون اللقاء اللي طلع به وهدد بإعادة البطة وعمليات الخطف والاغتيال، معروف الشخص ومعروف تاريخه، ما نحتاج انه نعيد ونزيد. اللي دافع عنهم خلي يدافع عنهم، هو حر، هذا رأيه، لكن ما راح يقدر يخفي حقيقتهم عن العراقيين خاصة بالفترة الأخيرة. السيد أم عبد الله من بغداد، تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم وعلى قناتكم الشريفة وعلى كل إعلام الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، عندما استلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، نعم، وكونه هو عراقي أو عربي، المفروض أنه يجمع بين قوة عمر بن الخطاب وعدالة الإمام علي. ليش؟ لأن العراقيين كليتنا، إحنا كعراقيين، إحنا ننظر إلى أنه أكفت بارقة أمل من أجل التخلص من هذه المعاناة. فلهذا أول شيء تحقيق الأمن والأمان للعراقيين. اثنين، أنه ينزل إلى ساحة التظاهر ويطلب شنو معاناة المتظاهرين، شنو طلبات المتظاهرين، لأنه إذا هم المتظاهرين بوادي والحكومة، تتوقعين ما حد عرف شنو طلبات المتظاهرين صار لهم 8 أشهر يوم مع عبد الله؟ أكيد أكيد هو يعرف كل زين، فلازم ينزل بعدين يوقف تدخل المرجعيات الدينية اللي موجودة في العراق في تدخلها بالأمور السياسية، وقف أعمال الحشد في العراق، وجعل السلطة العسكرية بيد الجيش للقضاء على كل سلول وديول الأذناب والتدخلات داعش وأذناب إيران. بعدين أستاذ، عندنا شيء واحد، أنه العراقيين يعني يتأملون، أنه خاصة المعتقلين يتأملون أنه بمجيء مصطفى قد يكون أنه يطلق سراح المعتقلين، بس هو بيقول أنه من قبل القضاء، أنه يعرف كل زين هو القضاء هو فاشل عندنا، المفروض تغيير القضاء اللي موجود في العراق، وأخذ ملف المعتقلين ونظر في قضاياهم، لأن أكثريتهم هم اعتقلوا من قبل. طيب. وشايات شكرا يا أم عبد الله، أنا أشكرك، أكتفي وياك بهذا القدر. في آخر نقطة سريعا ونذكرها للحضرات المشاهدين الكرام وللأخ سيد أبو علي من بغداد، طبعا الجميع لهم كل التقدير والاحترام طالما يتحدثون بأسلوب حقيقة، سيد أبو علي أيضا أسلوبه كان محترم وطرحه بغض النظر عن اختلاف الآراء. الفقرة التاسعة بالدستور اللي حط الاحتلال، الفقرة باء تحديدا، المادة التاسعة الفقرة باء، تتكلم عن رفض أو منع تشكيل أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، وحتى هذا الفصيل إن تشكل خارج إطار الدولة يمنع أيضا أن يدخل أو يدمج إلى داخل الدولة أن لم يكن ضمن إطار وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية كعناصر تدخلت ضمن فترات التدريب أو التجهيز وغيرها، كنظام تسلسل طبيعي في إدخال الفرد إلى المؤسسة العسكرية، مو عن طريق أن هي تدمج مع المؤسسة العسكرية. هذا ممنوع وفق الدستور ووفق القانون اللي حطوه هؤلاء اللي موجودين بالحكم، واللي دا يتكلم السيد أبو علي يقول ذولا المقاومة الخزعلي والبطاط والصدر وغيرهم ذولا اللي حرروا العراق. يعني حتى نختصر الموضوع، لولا الطيران الأمريكي برعاية التحالف الدولي لما استطاعت هذه العناصر الميليشياوية أن تتقدم خطوة واحدة، ولولا فساد نور المالكي لما استطاع تنظيم إرهابي مثل داعش أنه يدخل للعراق ويدمر ويحطم ويقتل ويسوي هذا الخراب اللي زادت عليه حكومة نور المالكي وحيدر العبادي ودمروا البلد بهذه الطريقة. نقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. نبدأ من السيدة أم محمد، تقول: السلام عليكم، بعد التحية نناشد أهل الغيرة والرحمة يرحمون قلوب الأمهات، والله قلبي نار، ابني صار لأربعة أشهر ما نعرف عنه كل شيء بالسجن الناصرية،
الله يحفظك، كل خير، بس خلي يطمنونا على أولادنا. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: ثمن الكرامة والحرية ثمن باهظ، التضحية بالغالي من النفس أسوة بثورة العشرين والثورة الليبية والثورة الجزائرية، إنجاز عادل شوربة الفساد والاختلاس وقتل الأبرياء واجتماعهم يوضح للكاظم ما تبقى من إنجاز الفساد. في رسالة: السلام عليكم أستاذ محمد، مصطفى الكاظمي هو أحد المشاركين بقمع التظاهرات وخطف مجموعة من المتظاهرين، هو نصب لهذا المنصب ضمن شروط واحدة منها عدم فتح ملفات الفساد أو محاسبة المجرمين أمثال المالكي والجعفري والعبادي وعبد المهدي وجميع مشارك بالعملية السياسية. أبو عمار من السويد. زينب بن بغداد تقول: أستاذ طالب بالعفو العام، والله مليت السجناء مظلومين، باع الحال مع الأمهات أملهم يشوفون أولادهم. في رسالة لدينا: السلام عليكم، والله نفس الحكومة ما راح يتغير شيء، وين حق المتظاهرين واللي انجرحوا؟ لعنة الله على هاي الحكومة، الله يحفظ العراق. السيدة أم زينب. في رسالة لدينا من أحد المشاركين يقول: حكومة الكاظمي تلعب دورا خبيثا في تهريب كبار الفاسدين من العراق بحجة الإقالة والإحالة على التقاعد، تم تهريب أغلب المسؤولين والقادة بحجة إقالتهم وإحالتهم للتقاعد، اصحوا يا عراقيين. آخر رسالة لدينا: السلام عليكم، تحية للبرنامج، سؤال محدد واقتراحي إلى إدارة القناة: عيدون البرنامج مع الدكتور عصام الشلبي وزير النفط السابق، ونعيش بأزمة اقتصادية ونفطية. برنامج مع الدكتورة حاليا، وأنا من متابعيكم، شكرا جزيلا. طيب نشكر الجميع. هناك من أرسل رسالة نقرأها حتى نختم: أخوي العراق مسوين بسالفة كلش كم سنة، الواحد بينهم. تحياتي لكم. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.